الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحاضرة الرابعة عشر أو الرابعة عشرة: المطلق والمقيد. المطلق والمقيد سندرس أو سنحاول أن نحقق عدة أهداف من هذه المحاضرة. أن يميز الطالب بين المطلق والمقيد، هذا أمر هام جدا. أن يعرف الطالب الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد. أن يعلم الطالب أقسام المطلق والمقيد. ستتضح هذه الأهداف من خلال هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. التشريع الإسلامي مثل لغة العرب. أحيانا الإنسان يقول كلاما ويطلقه، وأحيانا يقيده، وأحيانا يقصد أن هذا القيد له، وأحيانا لا يقصد. إذن طريقة الكلام، أحيانا يرد الكلام مطلقا وأحيانا يرد الكلام مقيد. ونحن نريد أن نعرف هذه، أن نميز بين الاثنين وأحوال كل واحد منهما. طيب، نبدأ كالعادة في تعريف المطلق والمقيد. وكعادة العلوم كلها يبدأ بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي. فالمطلق في اللغة قال هو اسم مفعول من أطلق الفرس إذا سرحه وخلاه. إذا سرحه حله، من إذا كان قد عقله أو ربطه يفكه ويخلي أمره، هذا يعتبر أطلقه. فالطالق من الإبل هي التي طلقت في المرعى حيث لا قيد عليها، تسرح وتمرح كما تريد. هذا المطلق في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد. وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات. النكرة في الإثبات. في العموم قلنا النكرة في سياق النفي والنهي. إذن المطلق عكس العام. المطلق النكرة في الإثبات، لأنه يريد شيئا واحدا لا يريد الكل. بينما العموم النكرة في النفي والنهي الذي سبق في درس العموم، لأنه أراد الكل ولم يرد واحدا فقط. مثلا في قوله تعالى: فتحرير رقبة. عبد مملوك نسميه رقبة. فتحرير رقبة هنا يشمل كل رقبة. هذا اسمه مطلق. هذا اسمه مطلق بلا قيد. لم يقل رقبة سوداء أم بيضاء أم حمراء أم مؤمنة أم كافرة، ما ذكر شيئا عن هذه الرقبة. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا بد من ولي، لكن ما قال هل هو أب أم أخ أم ابن أم. وهذه في أبواب الفقه لها أهميتها. إذن هذا المطلق في اللغة وهذا المطلق في الاصطلاح. طيب، ما هو المقيد في اللغة؟ قال: مقيد هو مأخوذ من القيد، وهو ما يقيد به الدواب مثلا، يعني أي شيء تقيده صار قيد ويشد به قوائمها. إذن لو ربطت دابة فأنت قد قيدتها، ولو ربطت إنسانا فأنت قد قيدته. يعني هو القيد الذي يضع حدا للحركة وحدا للحرية. أما الاصطلاح فقال هو ما دل على الحقيقة بقيد. إذن لأنه هو مقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. كالرقبة، إذا قلنا رقبة مؤمنة أو رقبة سوداء، يعني لابد أن يكون عبد أسود، أو رقبة مؤمنة لابد أن يكون العبد مؤمن. فإذا هذا هو القيد. طيب، نأتي إلى أحوال المطلق والمقيد. للمطلق والمقيد أحوال. ذكر هنا ثلاثة أحوال. قال: قد يرد الخطاب مطلقا لا مقيد له. بمعنى أنا قلت أعتق رقبة، وأنت بحثت عن كل كلام الذي قلته في هذه المناسبة وفي غيرها، فلم أقل إلا رقبة. لم أقل مرة واحدة رقبة مؤمنة أو رقبة سوداء أو بيضاء. إذن خلاص، هذا مطلق بلا قيد، لم نجد له قيدا. طيب، هذا أمره سهل، فنبقى نعمل فيه على إطلاقه دوما دون أن نقيده. طيب، قال هناك مقيد
لا مطلق له، وفي هذه الحال حمل على تقييده. يعني دائما أقول رقبة مؤمنة، كفارة رقبة مؤمنة، جزاء كفارة قتل رقبة مؤمنة، كذا دائما أقيدها. إذن ما فيها أي إشكال، ما في خلاف، نلتزم بها رقبة مؤمنة. لكن الإشكال فيما إذا ورد مرة مقيدا ومرة مطلقا. مرة قال رقبة في كفارة الظهار مثلا، ومرة قال تحرير رقبة مؤمنة، قيدها بأنها مؤمنة في كفارة القتل. فهذا ماذا أفعل أنا هنا؟ هل الرقبة للقتل فقط تكون مؤمنة وفي الظهار لا تكون مؤمنة، أم أنه في الظهار أيضا قصد أن تكون مؤمنة؟ لا أعرف، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، بحثها العلماء من خلال عدة نقاط. قالوا هناك عدة احتمالات في المطلق والمقيد. الاحتمال الأول أن يتحدا في الحكم والسبب معا، أن يتحدا في الحكم والسبب معا. مثلا قال كتحريم الدم، فإنه ورد مطلقا في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم. إنما، يقول الآية، إنما حرم، يعني سبحانه وتعالى، عليكم الميتة والدم. إذن عندي هنا سبب التحريم أنه دم. طيب ما هو حكمه؟ قال الحكم أنه حرام، حرام أكله. طيب سنرى في آية أخرى أيضا في خصوص الدم، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني كثيرا سائلا. فهنا يعني قيد الدم المحرم بأنه لابد أن يكون سائلا كثيرا، وليس قليل جدا كالذي يبقى في العروق في الذبيحة مثلا، ولا يمكن أن تصفي أن تأكل عرق مهما كان صغيرا من الدم الذي فيه. طيب هنا الآيتين تتحدث عن حرمة الدم، فالحكم واحد، والآيتين تتحدث عن الدم، يعني سبب التحريم واحد. قال إذا كان السبب واحد والحكم واحد، فهنا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. بمعنى عندما قال دم نقول قصد دما مسفوحا، فإن لم يكن مسفوحا فليس بحرام، هكذا استنبطنا الحكم منه. إذن قالوا يحرم، يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم والسبب متفق في الحكم والسبب في الآيتين. طيب أن يختلفا في الحكم والسبب معا، أن يختلفا في الحكم والسبب معا. مثلا نجد في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فقال بقطع الأيدي، فالحكم هو قطع. طيب السبب السرقة. طيب تعال نرى آية أخرى ذكرت هذه المسائل أو ذكرت الأيدي. قال في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. أمرنا سبحانه وتعالى أن نغسل أيدينا إلى المرافق. طيب هل يعني هذا هنا قيد اليد بأنها إلى المرفق؟ فهل أقطع يد السارق من المرفق؟ هل أحمل المطلق هناك على المقيد هنا فأقول أينما وجدت اليد يجب أن تكون إلى المرفق؟ قال هنا طالما أن الحكم قطع هناك غسل، السبب هنا سرقة، السبب هناك القيام إلى الصلاة، فلا الحكم واحد ولا السبب واحد. قالوا هنا لا يحمل المطلق على المقيد، فالمطلق على إطلاقه في مكانه والمقيد على تقييده في مكانه، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا المكان. إذن إذا اختلف الحكم والسبب فبالإجماع لا يحمل فيه المطلق على المقيد، يعني عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى بالإجماع يحمل المطلق على المقيد، هنا بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد. طيب قال قد يتحد الحكم ويختلف السبب في مسألتين، الحكم واحد لكن السبب الحكم كان مختلفا، مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة.
في الظهار قال تحرير رقبة أطلقها ولم يقل مؤمنة، فالحكم هو تحرير هذه الرقبة كفارة. طيب ما هو السبب؟ قال السبب أنه ظهار. طيب هناك آية أخرى تقول فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم أيضا كفارة لكن كفارة قتل، ما في إشكال، المهم أنه كفارة. طيب السبب؟ السبب القتل. إذن السبب اختلف، الحكم بقي هو كفارة وجوب الكفارة، لكن السبب اختلف، في آية كان السبب الظهار من الزوجة، وفي آية أخرى كان القتل هو السبب في هذه. فيقول الصورة هنا فيها خلاف، فعند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ينبغي حمل المطلق على المقيد، ينبغي عند الأكثر إذن يحمل المطلق على المقيد، وخالف في هذا الأحناف فقالوا بعدم حمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والأخيرة قال أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب، أن يختلفا في الحكم. إذا انتبهتم عندنا التي كانت من قبل اتحدا في الحكم، كان الحكم واحد وهو كفارة على أمر مخالفة شرعية حصلت، كان الحكم واحد لكن السبب كان مختلف، واحدة قتل والأخرى ظهار. طيب الآن عندنا السبب هو المتحد لكن الحكم هو الذي اختلف. مثلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الآية عن أي شيء تتحدث؟ هذه آية تتحدث إذا قمنا إلى الصلاة، إذا أردنا أن نصلي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الوضوء، ومن الوضوء أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى المرافق. طبعا نحن نتحدث عن الأيدي، ما كان الدليل هو في الأيدي. قال لابد اليد أن تغسل إلى المرفق، هذا في الوضوء. إذن الحكم وجوب الوضوء للصلاة. طيب والسبب؟ الصلاة، الصلاة هي السبب. فما الحكم إذا أردت أن أصلي؟ الحكم أن أتوضأ، لابد، لا تنفع صلاة بغير وضوء. طيب اليد إلى أين أغسلها إذا كنت أريد أن أتوضأ؟ قال إلى المرافق، نص الآية القرآن هنا نصت على المرافق، المرافق نعدها قيد، عندما قال أيديكم هذا يعد مطلق، المرافق هذا نعده قيد لليد. اليد ممكن تكون إلى الرسغ، الكف ممكن تكون إلى المرفق، ممكن تكون إلى الكتف، فعندما قال بأيديكم هذا اسمه مطلق لم يذكر شيء، عندما قال إلى المرافق فهنا قيدها، هنا قيدها. طيب إذن هنا مقيد. تعال نرى إلى آية أخرى يتحدث سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. هنا إذا أردت أن تتعبد، تريد تصلي، تريد تقرأ قرآن، تريد، قال هنا وأن فإن جاء أحد منكم امرأتي، يعني إذا حصل إنسان على غير طهر، يعني المهم فلم تجدوا ماء، إنسان غير طاهر يريد أن يتعبد ما وجد ماء حتى يتطهر، فقال سبحانه وتعالى فتيمموا. الحكم تيمم، الحكم هنا تيمم، هناك الحكم غسل وضوء، إذن اختلف الحكم، هنا حكم تيمم، هناك غسل وضوء. طيب فتيمم صعيدا طيبا، هذا التيمم ما سببه؟ الصلاة. طيب هناك غسل الأيدي إلى المرافق ما سببه؟ أيضا الصلاة. إذن صار عندي السبب واحد، في الآية الأولى غسلت اليد إلى المرافق بسبب الصلاة، وفي الآية الثانية تيممت أيضا بسبب الصلاة، فعندي إذن سبب واحد، لكن الحكم هو الذي اختلف معي، الأولى كان فيها غسل في الوضوء، والثانية الأولى كان فيها وجوب الوضوء، والثانية كان فيها وجوب
التيمم لأنني لم أجد الماء. طيب، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ عندي آيتين تتحدث عن حكمين، السبب كان واحد هو الصلاة، لكن الحكم اختلف، مرة تيمم ومرة وضوء، ماذا أفعل؟ قال في فيحمل فيها المطلق على المقيد، الأكثرون قال لا يحملون فيها المطلق على المقيد، أكثر العلماء في هذه الحالة لا يحملون المطلق على، بمعنى ما معنى لا يحمل المطلق على المقيد؟ يعني إذا أردت أن أتيمم فلا داعي أن أتيمم إلى المرفق، فلا داعي أن أتيمم إلى المرفق، يكون حكم التيمم على حدة وحكم الوضوء والغسل على حدة. إذن أكثر العلماء قالوا لا يحمل هنا المطلق على المقيد، فيبقى المطلق على إطلاقه. أين هنا المطلق؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا هو المطلق. هنا قال وأيديكم، ما قال إلى المرافق، إذن هذا يسمى المطلق. قال يبقى هذا على إطلاقه ولا نقيده بالمرفق. وفعلا ثبت في السنة أن التيمم للكف ليس للمرفق، هذا ثبت في السنة. إذن هنا قالوا المطلق يبقى على إطلاقه. طيب وماذا نفعل في المقيد؟ هناك في الوضوء قال لابد من الغسل إلى المرافق، قال ويبقى هذا المقيد أيضا على تقييده، فلا بد في الوضوء من الغسل إلى المرافق، هذا القيد يستمر في الوضوء فقط، أما في التيمم فذاك حكم آخر. صحيح أنه اتحد مع الأول في السبب فكلاهما الصلاة، ولكن اختلف معه في الحكم. طالما اختلف معه في الحكم فأكثر العلماء أنه في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وهكذا نكون قد درسنا المطلق والمقيد، وأرجو أن نكون قد حققنا الأهداف التي أساساً وضعت لهذه المحاضرة. قلنا أن يميز الطالب بين المطلق والمقيد، عرفنا المطلق لغة واصطلاحا، عرفنا المقيد لغة واصطلاحا، فهمنا ما معنى المطلق، وفهمنا الحالات التي يتفق فيها المطلق، يعني يمكن أن يحمل فيها المطلق على المقيد، أو التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد، متى يبقى الإطلاق على إطلاقه، ومتى يبقى المقيد على تقييده، وفهمنا أقسام كل من هذه الأمور. وأرجو أن تكون المحاضرة واضحة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.